21 عاما على غزو العراق، ويتأكد يوما بعد يوم أن غزوه بني على كذب وتدليس ورغبة مبيتة أمريكية بريطانية في تدمير العراق وزرع الفوضى في المنطقة. احتلال أسس لمأساة تدفع منطقة بكاملها ثمنها حتى اليوم، حيث انهار النظام الدولي وتضعضع الأمن العالمي والإقليمي في الليلة التي بدأ فيها الهجوم على العراق، وليس مع احتلال أوكرانيا بعد 19 عاما كما يزعم الغرب. فالغزو الأمريكي البريطاني للعراق قاد بحسب خبراء إلى حروب محلية وبؤر توتر إقليمية بدأت تبرز وتختفي. لم يقف غزو واشنطن عند تدمير العراق وإنهاء بنيته التحتية وقتل الأطفال والمدنيين وتهجيرهم، بل تعداه لحل الجيش العراقي وتأسيس منظومة حكم تقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية، ما جعل العراق عرضة للتمزيق المجتمعي من خلال ميليشيات خارجة عن القانون وساحة للنفوذ الإيراني، وهو ما تسبب بانهيار اقتصاد البلاد وجعلها سوقا للدول أخرى على رأسها إيران. الحرب على العراق غيرت نظرة العالم العربي لأمريكا، وكشفت القناع عن ديمقراطيتها المزيفة وازدواجية المعايير التي تمارسها، كما وأثرت الحرب على بريطانيا التي كانت في أفضل أحوالها خلال نهاية التسعينات وبداية الألفية، فبعد غزو العراق وخلال العقدين الماضيين لم تنتهي أزماتها، في مقدمتها تراجع الثقة في مؤسسة الحكم وفي السياسيين، ثم الأزمة المالية وصولاً إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي لاحت إرهاصاته في الأفق مع بداية العقد الماضي. على الرغم من مرور 21 عاماً على غزو العراق والجرائم التي ارتكبت ضد الأبرياء دون أي وازع أخلاقي أو قانوني، ما يزال القتلة خارج نطاق المحاسبة وفوق القوانين الدولية التي أقرت منظمتها الحقوقية والإنسانية أن الاحتلال ارتكب آلاف الجرائم في العراق من خلال حرب غير مشروعة.